جينا هنا المارشي عملنا حملة توعية للشباب الناس هنايا كنفرقوا الكمامات كننصحوهم على وعسى يتقبلوا الوضع ديالنا في يد الله ان شاء الله ونتمنى الله يهز علينا ربي هذا الوباء. كاين تجاوب زعما تبارك الله عليهم هما بيدهم كيتعاونوا معنا وديجا مشينا هنايا جينا كنا شي جوج نوبات وهذه نوبات ثالثة. الكمامة هذه توعية حنا كنعطيو للناس إشارة يعني حمي راسك وحمي الغير بالكمامة تقدر تحمي راسك من المرض وتحمي حتى اللي معاك أو اللي في جنبك ولا الكمامة واخا هي بصراحة كتضيق وفيها بزاف الحاجات اللي ما غاديش يرتاح لها الإنسان بالحق الإيجابيات ديالها أكثر من السلبيات. ما استهدفنا باع الخضرة وباع الناس اللي جايين كيتسوقوا في هذا السوق الجملة ولهذا حنا كنشكروا جميع السلطه اللي متواجده معنا وجميع رؤساء الجمعيات وجميع المجتمع المدني اللي هو مازال قايم بالحمله مازال مستمر بالحمله ان شاء الله تهز علينا هذا الوباء. الهدف من تنظيم الحمله اليوم حمله توعيه داخل سوق الجمله هو توعيه المستخدمين والعمال والتجار بالالتزام الكمامات ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتدابير الاحترازيه التي نصت عليها وزاره الصحه وكذلك المسؤولين السلطات المحليه. الحمد لله كاين تجاوب تقريبا 99% ديال التجاوب ديال الاخوان واغلبيه ديال الاخوان ديال سوق الجمله كذلك كاين واحد كنجبرنا واحد بعض الاحترام اغلبيه الاحترام ديال سوق الجمله وكنشوفوا التعاون ديال كذلك ديال الاداره ديال سوق الجمله حتى هي حريصه على هذه المساله هذه. ما تشغلوش مواطن